مشاهد الاعتداءات في مصر والمشاهد الوقحة من النظام الفاجر لم تطل بس المصريين، بل طالت الجزائريين للأسف الشديد. امبارح هتفوا لفلسطين وهتفوا لأبو تريك لو كنتوا ناسيين. نبدأ الحكاية من الأول. دي كانت هتافات الجماهير الجزائر بالأمس. الجماهير الجزائرية اللي هتفت لفلسطين من أمام الأهرامات بالجيزة، ده النهاردة طلعوا يحتفلوا جماهير بلد وصلت للنهائي، فلقوا إن أحلى احتفال ليهم إنهم يهتفوا لفلسطين من الهرم. في لحظات الفرح الناس دي ما افتكرتش غير فلسطين والقدس، افتكروا فلسطين والقدس وراحوا عند الهرم. عجيبة من عجائب العالم، واحد من عناوين مصر عشان يغنوا للقدس وفلسطين. تحية للجزائر، تحية للأحرار. هذه هي الجماهير الجزائرية اللي اتعاملت داخل المدرجات بكل احترام، واللي الرغم ان المدرجات كان فيها اماكن كتير كان بيتضايق عليهم في موضوع التذاكر، جماهير كتيرة ما كانتش لاقية تذاكر. والمشهد ده من امام السفارة الجزائرية للقاهرة وغضب ان هم مش لاقيين تذاكر. قالت لي وهنا ما حبوش يطلعوا متكيات، والسفير ماهوش السفاره، السفير ماهوش السفاره، هاي السفاره السفير ما حبش يخرج، السفير ما كانش، اما راهوش يخدم، هاي السفاره السفير ما كانش، اما راهوش يخدم، اما راهوش يخدم، ما كانش يخدم، ما يخدمش، ادخل دز دن دن، ها هو الناس في السفاره والسفير ما كانش، الشعب قاع راهو هنايا، يدوموندو في التكيات، عام حبس. شوف انا كل ده بمهد لك عشان توصل تشوف بعد ما كل اللي عملوه الجزائريين ده حصل فيهم ايه. حكينا لك قصة كيف استولت الاجهزة الامنية في مصر على التذاكر خوفا من الجماهير، وخصوصا الجماهير الجزائرية، وقصة المخبرين والأمن اللي ملى المدرجات. المخبرين والأمن المصري زي ما قبضوا على مصريين من المدرجات كرروا المشهد مع جماهير الجزائر، وتم ترحيل 22 مشجع بعد القبض عليهم واحتجازهم والاعتداء عليهم. بعد القبض والاحتجاز والاعتداء، قبض واحتجاز واعتداء، عملوا ايه؟ انت مش شايف؟ هتفوا لفلسطين، الجزائريين هتفوا لفلسطين، فمصر قبضت عليهم. بقول لك انجس حكومة في تاريخ بلدي بقيادة العميل الصهيوني. الجزائريين هتفوا لفلسطين، فمصر قبضت عليهم. وده مشهد ركوبهم الطيارة النهاردة. وتم ترحيل جماهير الجزائر صباحية احتفالهم بالوصول للنهائي. تم ترحيل الجماهير بهذا الشكل المهين عشان هتفوا لفلسطين للأسف الشديد. السلام عليكم، صباح الخير بوب. احنا المرحلين
يروحونا من مصر البارح. كنا في استاد نتفرجوا دوزيام ميتون مركب بيت الثاني تاع محرس، طلعت لابوليس ديريكت داونا في 22 واحد. هم كاين جماعه هنا وكاين جماعه اي مكانش، 22 واحد من 11 ساعه الليل للخمسه تاع الصباح وحنا في الكوميساريا. عذاب عشناه البارح، ميزيريه عذاب. الدنيا كل داروها لنا البارح خويا تاع المصار، والدنيا كل داروها في الكوميساريا تاع حي النصر، كوميساريا تاع حي النصر. تشوف الدولة الجزائرية كيف تدير ردة فعل تاعها، وتشوف هذا الحال. ما حوزوش علينا، ما حوزوش علينا. وزيد ما على هذا اللي مثل السفير، السفير ما جاش بيسك راقد البارح على 3 و5 تاع الصباح راقد السفير. بون جا الممثل نتاعو ويهدر معانا احنا بطريقة عشوائية، كشغل احنا دي فوايو. كي تهدر معاه يقول لك انت راك بالع، انت راك كذا، انت راك كذا، وما تهدرش راهم يخبوك. لما تكتمل الثورة بإذن الله ابقوا دوروا على الدولة الجزائرية، معلش يعني دي رسالة لإخواتنا الجزائريين، لما تكتمل الثورة ابقى دور على الدولة الجزائرية. الآن الحكم العسكري في مصر خاوة 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 مع الحكم العسكري في الجزائر. يعني عشان تبقى فاهم، اوعى تفتكر المصريين اللي متضايقين منكم بس. السفير متضايق منكم مش طايقكم، والحكومة الجزائرية مش متضايقة منكم مش طايقاكم. انتوا تتنحوا، انتوا بتوع تتنحوا جاع. لا لا، ما تستناش حاجه من الدوله الجزائريه. انتوا بتشكلوا مشكله للدوله الجزائريه زي ما شكلتوا مشكله للدوله المصريه. السفير وتعامل السفير معاكم، سفير الجزائر في القاهره، هو رساله الدوله، هو عباره عن انبوبه بتنقل لكم الدوله اصلا. يعني بص على اخرها. شوف الحكم العسكري ما يكرهش قد ما يكره الشباب. وانت رايح تغني لي او انت كان في اتنين اترحلوا بتوع تتنحوا جاع في البدايه، يعني دي بعض الصور للمشجعين اللي تم ترحيله من الطياره النهارده قبل وصولهم للجزائر. 22 مشجع الحمد لله مختارين رقم تقريبا عشان رقم فانيله ابو تريك، عشان كمان هدفه لابو تريك. فرحلوا 22 مشجع في رسالة واضحة من الأمن المصري. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن ربك، بإذن ربك لما الجزائر تاخد الكاس محرز ورفاقه ما يبقوش يسلموا على العميل الصهيوني. يقولوا بس إحنا متوضيين، ده أقل واجب والله. ما إن فلسطين نعرف تماما قيمة مصر عندكم، ونعرف قيمة التي لا تدانيها قيمة لفلسطين أي مواطن عروبي ومسلم. فحقيقة وده العميل الصهيوني عدو مصر وعدو فلسطين، عدو الأول لمصر وفلسطين. إن شاء الله لما تهزوا الكاس بقولوا لأمك في العشة ولا طارت، لأنه يموت قوي في اللقطات. تلاقوه متصدر في اللقطة دي، ها كده ما تنجسوش إيديكم بالسلام عليه. جماهير الجزائرية وصلت للجزائر بسلامة الله، بنعتذر لهم اعتذار شديد جدا، لكن الله غالب. انتوا عارفين مصر محتلة احتلال وطني. دي كانت بعض من شهاداتهم على التعامل الأمني من النظام المجرم في مصر معاهم، وازاي بحهم النظام في الجزائر اللي بقول لكم عليه والله حقيقة الاتنين خوا خوا. السلام عليكم، احنا جماعة المرحلة من مصر للجزائر. 22 واحد كنا يا اخي، احنا داونا من الملعب اقسم بالله العلي العظيم ما درنا حاجة. معنا حتى الكبار في اعمارهم 65 فما فوق، اقسم بالله ما درنا حاجة يا اخي. شفنا تعذيب كامل، تعذيب كامل شفناه البارح. داونا يا اخي ما درنا حتى اوبسي سيكوريتي رونفور داروا لنا المجرمين، مجرمين جابوا لنا العسكر ضربونا ذلونا يا اخي، داروا لنا الدنيا كل ما كانش حاجه ما داروها لنا. وقاش باش روح وفي الاخر زادوا ختموها لنا، ختمها لنا السفير يا السفير الجزائري يلي كنت راقد البارح في الليل وبعثت لنا الممثل نتاعك، والممثل نتاعك كي هدرت انا يقول لي اسكت لي خبوك المصاروه، يلي كنت مع المصاروه وما قلتش معنا احنا وقت الشده. الور يا سفير
إذا ماكش قادر يا أخي تيميسيوني تنحى أخويا أنا أحاوكا يا أخويا تيميسيوني كان ناس حابة تخدم يا أخي مرمدونا الخطرة البارح وحقرونا إحنا سفيريين تحقرنا بزاف والله مسخرة تدعو للبكاء الحزين يخرب بيته لا مسخرة فظيع قال له اسكت يا واد السفير الجزائري بيقول للمواطن الجزائري اللي بيستنجد بيه يقول له اسكت لا يخبوك المصاروة دول متوحشين المصاروة متوحشين اسكت لا يخفوك قصريا سمعة زبالة نكمل مع رواية المشجعين المرحلين قال له اسكت لا يخفوك أنا معليش صح صوتك داخل فيها كدوني داخل ضربوني رجلي عليك مضروبة ما كاش اللي حوس عليه داني الطبيب ولا قاعد في المنطقة تخبط ها وراه وصاحب وراه هذاك الشيء ها وكان معانا ها ولك هو يقول لك ضايع ما كاش اللي حوس عليه السوايع وانا نتخبط دوزاني نحاولي راه فما اشنا قاع راه فما كان معايا حد سيد انا ما نعرفه مولو انا من وارد وهو ما شعر لم تزاير المهم السيد طايح والله ما رفدوا ولا داوه سبيطار ولا ما قاموا به مورد احنا عندنا كلب يطيح في الطريق يرفدوه على احنا يهود احنا الجزائريين احنا جينا تفرجوا مقابلة والروح ورانا مشاورين عاملونا اسوأ معاملة اسوأ معاملة بصح انا ما نلومش فيهم العيب انا نلوم في السلطات تاعنا سلطات السفير اللي راه تما كاين في القاهرة نورمالمون يجي تما كاين ويحضر ويوقف ويجي تما كاين ويشوفنا احنا مش عندنا حتى واحد على احنا كي رانا بالكم قطوطة عيب عليكم والله لا عيب عليكم حنا ما درنا والو حنا مصطاد رفدونا داونا السلطرة تماكينة تاعهم قسم الشرطة النصر اثنين عاملوا معاملة تاع خرفان تاع غلم تاع حاشاكم حاشا قدركم مشي بني ادم والله ما بني ادم ما جابونا ماكلة ما شافوا فينا السيد والله العظيم انا واقف حداه نرفد حتى كتفي ما قديش باش نرفد عاملونا معاملة الخرفان وكأننا مش بني ادمين للأسف هكذا يعامل المصريين في بلادهم يعني كنا محرجين نقول اهو ديك شفت بعينيك لا أدمية في مصر لا أدمية تذكروا بس ان انا قلت لكم ان مصر انا حاسس ان السيسي ضرب بالشلوت اللي شار عليه الشورى الغبرة بتاعت كاس الامم دي قال له عليك وعلى كل ادي خربت خربانة خرت من كل حاجة ربك لا يصل عمل قال له يا دين تخلص بس تخلص يا ابني الحكم العسكري في مصر ما يكرهش يؤدي الكرامة دي عدو اللدود وانتوا عندكم كرامة كمل صار اتنين عاملوا معاملة تاع خرفان تاع غلم تاع حاشاكم حاشا قدركم مشي بني ادم والله ما بني ادم ما جابونا ماكلة ما شافوا فينا السيد والله العظيم انا واقف حداه نرفد حتى كتفي ما قديش باش نرفده خلوه ادي دستالي داوها له انا هذا القش اللي راني لابسه الله يخلف على الناس اللي عطاوها لي انا جيت زليط من تما كاينه انا قش اللي داوها لي راه كاين الفيديو في البيس قاعد مصورها ولا السيد كان معانا ودار الفيديو دوك يحطها لكم ثاني كاينه في القاهره ظلموني خونوني كاع حوايجي